أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تفاصيل الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي، الهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، والذي سيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامج ومبادرة بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة. جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع بحضور مسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما يأتي هذا اللقاء المتخصص بتوقيت متفاعل مع الحملة الأممية السنوية وقفة 16 يوم لتحدي العنف ضد النساء والفتيات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتم الاحتفاء به في 25 من نوفمبر من كل عام. أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا البرنامج يأتي في إطار محور استقرار الأسرة من الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وبرؤية قائمة على حفظ الأمن الاجتماعي حيث تتمتع فيه الأسرة البحرينية بجميع حقوقها، ويضمن لها وصولها السلس لكافة الخدمات العدلية والاجتماعية، ويقلل من معدلات الخلافات الأسرية بما يعزز من قيم الترابط العائلي، موضحة بأن الإطار العام سيتم تنفيذه فورا وكمرحلة أولى من خلال 20 برنامجا في عام 2020. وأشارت الأنصار خلال اللقاء إلى نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الصادر قبل أسابيع، والذي أوضح بأن المحور الاجتماعي من التقرير قد تقلصت الفجوة في مجالاته بين الرجل والمرأة بنسبة 92%. وأوضحت أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة. وأكدت الأنصاري أهمية الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في الحد من الازدواجية في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في مملكة البحرين، وتوحيد وتجويد الخدمات وإيجاد تصنيف موحد لقواعد البيانات وضمان تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات وضمان الترويج الإعلامي الكفيل بتعزيز الوعي المجتمعي. وكشفت أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل على متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الإطار العام بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. أوضحت الأمين العام للمجلس أن المحاور الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن تطوير الخدمات ومراجعة وتطوير السياسات وتنمية المهارات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي، إضافة إلى المتابعة والتقييم. من جانبهم أكد حضور اللقاء أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى برنامج الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية كبادرة تسجل لمملكة البحرين من أجل تعزيز استقرار المجتمع الذي تشكل الأسرة لبنته الأساسية، وتجويد الخدمات الأسرية المقدمة من مختلف المراكز والجهات ذات الصلة في البحرين. المجلس يتابع موضوع الاستقرار الأسري من خلال العديد من المؤشرات، في مقدمتها تعزيز الترابط العائلي، ونجد بأن هذه المحصلة النهائية في نهاية المطاف بتكون مدخل أساسي للاستقرار المجتمعي. فكان من الضروري بمكان أن نعمل على تقييم كل الخدمات الأسرية التي تقدم من قبل مؤسسات الدولة وما أكثرها. يعني اليوم تغيير التوازن بين الجنسين أوضح بأن استطاعت البحرين أن تسد الفجوة في هذا المجال، المجال الاجتماعي، بحوالي 92%. موضوع الإرشاد الأسري وموضوع التوفيق الأسري وموضوع التوعية الأسرية، هذه كلها لازم تتم من خلال كل المؤسسات المعنية، والمجلس الأعلى للمرأة لا يستطيع أن يخترع العجلة هنا، وإنما سيقوم على توحيد وتنسيق جهود كل هذه المؤسسات. لذلك جاءت فكرة الإطار الموحد لتنظيم خدمات التوعية والإرشاد الأسري، وهناك حوالي 20 برنامج تم الإعلان عنه اليوم تحت مظلة ما يسمى خطة 20 خلال سنة 2020. ما هذه الندوة أو هذا اللقاء إلا لوضع الإطار العام لجهود المؤسسات الرسمية وأيضا المدنية، فأنا أشوفها من أهمية بمكان، لأن سندمج هذه الجهود ويستفيد يعني الجميع من هذه الخبرات. المجلس الأعلى للمرأة شريك أساسي معنا في كل المبادرات اللي قاعدة تصير مؤخرا عندنا في وزارة العدل، فواحدة من المبادرات الأساسية جدا اللي هو افتتاح مكاتب التوفيق الأسري، فرعين بيكونون امتداد للفرع الأساسي اللي هو موجود في الحنينية.
بيكون عندنا فرعين إن شاء الله في محافظتين المحرق والسترة إن شاء الله. على بداية شهر 12 بيكونون إن شاء الله مفتوحين وأكسسبل والمواطنين يقدرون يروحون لهم. بنوفر نفس الخدمات اللي موجودة في مكتب الرفاع في الفرعين إن شاء الله، وبيكون إن شاء الله مربوطين إلكترونيا. فوجودنا هنا كان تعزيز حق هاي الأفكار ودراسة الخطة اللي بتصير مستقبلا بما يتوافق مع الخطة الحكومية إن شاء الله.